كل شي صار منيح، لا تخافي، ما عاد يقدر يأذيك. مفكرة حالك رح تنفدي بعد عملتك هاي؟ ها؟ خليتي سمعتنا تصير بالأرض وسيرتنا صارت على كل لسان بالضيعة، شو يلي عملتي لحتى خليتيه يلحقك؟ صدقني ما عملت شي يا عمي. خرسي قليلة شرف، رح أقتلك ونظف شرف عيلتنا. بشو أحلف لك، صدقني يا عمي ما عملت شي، هو اللي صار يلحق. خرسي قلت لك اهدي، ما في داعي تخافي. أنا ما عملت شي. بعرف ومتأكد أنك ما عملت شي، بس هالواطي ما عاد يقدر يأذيكي أبدا. بدنا ناخذ أقوال زوجتك. يلا روحي قدمي إفادتك وبعدها بنرجع على البيت، تمام؟ يلا. ما شاء الله كل هالشخصية ومتزوج من هالمجنونة. عفوا كأني قلتي شي؟ لا أبدا ما قلت شي. ليك يا قليل الشرف، هداك صار بالسجن هلا، فلا تلهي، ما عاد يقدر يعمل لك شيء ابدا. سمعت صوت سيارتك، قلقت عليك كتير لما قلت لي انك بالشرطة. شو صاير؟ شو كان لك شغل بالشرطة؟ خير شبه اقول بيري؟ قصة عمة كمان؟ تعرفي الشاب يلي بيجي لهون كل فترة وبيساعدنا؟ تجاي بالغابة حاول انه يعتدي عليها، بس الحمد لله وصلت بالوقت المناسب. هلا انحبس وعنده محاكمة، بس هي للأسف هي ما منيحة، ولهيك الأحسن بهالفترة ما تضل لوحدها. لا تقلق ابني انا بدير بالي عليها. يا ربي شو هاد اللي عم بيصير؟ الأمور هون تكركبت شوي،